السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو المجتمع. هو المجتمع النهاردة معاكم من داخل ابن رشد، مركز الدكتور رجب عبد السلام. دكتور رجب عبد السلام مدير ورئيس مجلس إدارة ابن رشد، مركز للنساء والولادة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور رجب في برنامج هو المجتمع. دكتور رجب، أنت أكتر حد ممكن يكلمنا عن المكان، طبعا تكلمنا عن المكان من وجهة نظر حضرتك، نقول إيه عن المكان؟ احنا المفروض ان احنا اسسنا المركز ده من 2010، مدينا دلوقتي تقريبا 10 سنين شغالين فيه. كان في مشكله في ان انا ابني مكان هنا للنساء والولاده، ما كنتش اعرف حاجه عن المكان، فكان في اكتر من مكان مقترح زي التجمع الخامس، زي اماكن مشهوره زي المهندسين ومصر الجديده او القصص دي. انا كنت رافض ده، كان يهمني قوي ان انا ارتبط بالناس الشعبيين الشعبويين، الناس البسطاء، الناس القريبين مننا. وفي الوقت اللي انا كان قدامي ان انا ابنيه في التجمع الخامس، اتعرض عليا المكان ده وفعلا جيت بنيت فيه، ودي 10 سنين شغال الحمد لله، سمعتنا طيبه والناس بتقدر المجهود اللي احنا بنبذله معاه. ده بالنسبه للمكان. لو هنتكلم عن طبيعه العمل، الخدمات اللي بيقوم بيها المركز بالنسبه لشغلنا، احنا هنا اكتر حاجه بتجينا في المركز اللي هي حالات الولاده، حالات النزيف للسيدات اللي هم وصلوا لسن انقطاع الدوره، بتجينا حالات زي الناس اللي هم متاخرين في الانجاب وعايزين اطفال عايزين ينجبوا، بتجينا برضو حالات اجهاض متكرر، بتجينا حالات زي البطانات المهاجرة، الالام في الحوض، يعني كل امراض النساء والولادة. خاصة ان احنا في منطقة شعبية شوية، مش عارف يعني، يمكن لو كنا في منطقة يعني ارقى شوية او يعني اعلى شوية كان مفروض التنوع الحالات هيبقى اكتر من كده. ليه سمينا ابن رشد هذا الاسم؟ ابن رشد احنا كلنا نعرفه ان هو كان بيطلق عليه قاضي القضاء في قرطبة بالاندلس، لكن هو في الناس ما تعرفوش ان هو كان طبيب نساء. كان من ضمن النشاطات بتاعته ان هو كان طبيب لامراض النساء والولادة. طبعا ان يكون في حد قاضي القضاء وفيلسوف اسلامي من اعظم الفلاسفة اللي اتبنت عليها فلسفة اوروبا كلها او التنوير في اوروبا، وبيطلق عليها مذهب كده اسمه الرشدية اللاتينية، اللي هو بدأوا بابن رشد اللي شرح أرسطو، وطبعا فلسفة أرسطو ما كانتش مفهومة في أوروبا في الوقت ده، فهو قدر من خلال قراءاته أن يفهم أرسطو ويشرحه كمان ليهم عشان يفهمهم الراجل ده كان بيقول ايه. فهو فيلسوف عظيم، أنا حبيت استدعيه من التاريخ علشان أجيبه لعالمنا المعاصر ده، يمكن يبقى في انطلاقة تانية لمجتمعنا لبلدنا ان احنا نمشي في سكة التنوير ونغير من حياتنا شوية. فده كان ابن رشد. بعد كده كان في طبعا الناس مش وصل لها ايه يعني ابن رشد، او يعني الاسم تقيل عليهم شوية، لكن مع الوقت لدينا 10 سنين دلوقتي بقى، ببقى مبسوط قوي لما بلاقي حد احنا في مستشفى ابن رشد او في مركز ابن رشد للنساء والولاد، فدي حاجة عظيمة يعني. أنا مبسوط قوي إن الناس عرفت يعني إيه ابن رشد. أكبر حد ممكن يحكي لنا عن ابن رشد الدكتور مراد وهبة، وده من أعظم فلاسفة مصر في القرن أو في الأونة الأخيرة يعني معنا بعد عبد الرحمن بدأوا الناس دي. بس هذا الرجل مراد وهبة ده يمكن أكثر حد ممكن يكلمنا عن ابن رشد، وأنصح كل الناس إنها تقرأ مقالات وكتب عن ابن رشد يعني. كان عند حضرتك اختيارات أماكن أنت ممكن تختار من مكان تاني، ليه اخترت هنا المركز الجديدة بالذات؟ بص حضرتك، أنا كنت في بعثة في أمريكا، ولما رجعت كان مفروض أن أنا أعمل مشروع في الطب يعني. المعروف أن كل المشاريع الطبية اللي تهدف لخدمة المواطن في الناحية الصحية أو في الطب عموما، ما بتبقاش القصد منها ربحية، بيبقى قصد منها أنه يقدم خدمة متميزة للمواطن. يعني اتعرض عليا حاجات كتير، مشاريع بصراحة، نعمل بنزينة مثلا، اعمل سوبر ماركت كبير، حاجات كتير. انا كان عشان تستثمر يعني يبقى عندك فلوس،
لا انا كان لازم استثمر في الكارير بتاعي او في اللي انا بفهمه. فعملنا ده، ولما جيت في المكان ده انا قلت لك انا كان قصدي ان انا ابقى شعبوي، يعني انا مع الشعبيين مع الناس. فالاسعار بتاعتنا في متناول الناس كلها وحاجات بسيطه. لما تيجي تبص عليها مكان زيادات بنى واتعمل وتاسس بملايين، مش معقول انا احط ملايين واقعد اخد بالجنيه والالف جنيه، ولا مين يفكر كده؟ لكن هو المشروع مش قصده ربحيه بتاتا، يعني ان احنا نعمل فلوس ونستثمر اموالنا في امراض الناس، يعني وفي وجع الناس، الام الناس. مش هو ده كان الهدف. كان الهدف ان انا اقدم خدمه مميزه، بدليل ان انا لما جيت هنا بعض الناس كانوا شايفين ليه ما ده ما اتعملش في تجمع الخامس مثلا، يكسب اكتر او ربحيته هتبقى اعلى. فانا قلت ايه الفرق بين مواطن التجمع الخامس ومواطن المرج؟ ايه الفرق بينهم؟ مفيش. ده بني ادم وده بني ادم، ده الالم بتاعه هو الالم هنا، نفس الالام ونفس المشاكل الصحيه اللي هتقابل ده هي اللي هتقابل ده. فانت لما بتادي الخدمه ما بتاديهاش عشان ده ساكن فين وهيديني قد ايه، ما حسبتهاش كده. انا حسبتها ان انا عايز اقدم خدمه طبيه متميزه ما تلاقيهاش في مكان تاني. طبعا مهنه حضرتك طبيب وحاليا رئيس مجلس اداره، يا ترى قدرت توفق ما بين الاداره وما بين الطب؟ كان عندي افكار اداريه معينه، لان انا يمكن قاري كتير في الاداره، في الاداره اداره المستشفيات عموما يعني. فانت بتبقى لما بتيجي تتدخل في شغل طبيب بيزعل، او يعني انت شايفه هو بيعمل عمليه بالطريقه الفلانيه من وجهه نظره هو ده الصح. فكان واجب عليا ان انا احط فلسفه معينه لابن رشد في العمل، بروتوكول علمي الناس تمشي عليه. وكان مش انا اللي حطيته كمان، انا يعني جبت المجموعه كلها اللي كانت معايا، كان مجموعه متميزين كلهم مدرسين في الجامعه وناس ستاف، يا جماعه نعمل ايه؟ فكان بيقترحوا كذا وبنعمل كذا ونعمل كذا. ليه؟ علشان اللي يخش ابن رشد يأدي زي ما احنا بنأدي كفكر مؤسسي، ما هوش فكر فردي كل واحد بيعمل اللي هو شايفه من وجهة نظره. ودلوقتي طبعا سبت الموضوع ده كناحية فنية علمية للدكتورة مروة، يمكن هي تنظمها بقى بحيث ان انا كإداريا ما اتدخلش في شغل الطبيب. اما الاداره من ناحيه بقى ايه المستهلك اللي انت هتستهلكه للعيان من بره، او ايه المنتجات اللي هي بيستخدمها الطبيب زي ادويه زي مستلزمات طبيه، المفروض انها بتيجي من شركات معينه انت برضو لازم تبص عليها. لان اي منتج جاي يخش المكان لو كان المنتج ده مش سليم مؤكد ان انت هتتسأل فيه. يعني انت بتستخدم حاجات مستهلكة او حاجات عدى عليها وقت الصلاحية او حاجات فاسدة او ادوية منتهية الصلاحية، ما ينفعش. فانت لازم تبص هل ده بياخد من وقتك كطبيب بقى؟ طبعا. بس في ناس دلوقتي معايا حد ماسك الادارة، يعني ادارة الحاجات دي كلها اللي هي المستهلكات والادارة المالية، هم اللي بيقوموا بهذا العمل. بس برضو انت باصص عليهم. من ضمن اهداف برنامج هو المجتمع اظهار اهميه كل فرد داخل المجتمع، يا ترى لو هنتكلم النهارده عن دور الطبيب في المجتمع نحب نقول ايه؟ بص حضرتك، هو انا يمكن اول ما طلع المصطلح ده اللي هو الجيش الابيض انا ما رفضته وما عجبنيش هذا المصطلح. احنا ملائكه الرحمه، وانا سعيد بهذا المسمى ملائكه الرحمه. الجيش صحيح هو مفهومنا عن الجيش ان هو مجموعة عمل بتزق في اتجاه واحد وبتدافع عن مصير وتدافع عن كيان، وبيبقى ليهم شكل معين في ان هم بيستخدموا القوة والعنف والصرامة والتحدي والإصرار وحاجات كده. ده كله عندنا بس في صورة الملاك، مش في صورة الجندي بقى العرقان اللي هو يعني ماسك سلاحه وواقفه. حاسس ان المريض لما بيبقى جنبه جندي غير جنبه ملاك رحمه. فملاك الرحمه ده بيدينا احساس حلو كده في التعامل مع المريض. فنحن ملائكه الرحمه نرحب بهذا المفهوم الجيش، على اعتبار ان احنا ناس بقينا لنا قيمه الناس حسيتها في كورونا بجد، وعرفوا ان الطبيب زي ما الجندي بيضحي في الميدان بروحه وحياته، احنا برضو في يعني لقينا نفسنا في مواجهه
عدو شرس جدا ما هوش باين حتى مش عارفينه فين ولا بيعمل ايه ولا ازاي. هذا العدو الشرس احنا قدرنا نواجهه بقوة وما نخافش وتعاملنا معاه، وكان في منا ضحايا طبعا كتير. يعني الواحد بيذكر ان زملاء كتير راحوا في كورونا ده من كنا نعرفهم وكانوا ناس محترمين جدا وقدوا اللي عليهم، وربنا يتقبلهم في رحمته ان شاء الله. حتة ان يبقى دور الطبيب في المجتمع، اظن ان لما جت جائحة كورونا الناس عرفت ما هو الطبيب ودوره، مش بس دوره ان هو يكشف على عيان وياخد في فيزيتا او ياخد فلوس، لا، دور الطبيب تنويري توعوي، ان انا اقدر يعني عبقرية الطبيب في انه يمنع المرض مش انه يعالج المرض. ودي حتة كده مهمة جدا، ان يبقى لما تيجي حد يكشف عندي او عايز استشارة طبية، مش المفروض ان انا اقول له جاي لعيان فانا عالجه فانا كده بقيت دكتور ممتاز. يعني لا، الطبيب الممتاز اللي هو دايما يسبق المريض بخطوة، دايما يسبق المريض بخطوة علشان يقدر يحافظ عليه كنوع من الوقاية، انه يخلوش يخش في المرض اساسا. زي مثلا لما بتسمع ان ايه التحاليل اللي احنا ممكن نعملها علشان نستبعد ان الواحد يصاب بكورونا، او نعمل ايه، فتعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، اللي هي الاجراءات الاحترازية اللي انت شفتها وبنطالب بها طول الوقت عشان الناس ما تروحش الكورونا. مش بعد ما هو يبقى كورونا انا عالجه انا بقيت كويس، لا، دوري ان انا ما خلوهش يصاب بكورونا، هو ده الدور الامثل يعني. فهنا الطبيب دوره بيبقى توعوي، يدي توعية صحية جيدة، يدي تثقيف صحي للناس، واخر حاجة في دوره ان هو يعالج، وفي الاخر الطبيب يعالج والله يشفي المرضى. يعني لو حابين بقى ندي نصيحة للدكتور اللي لسه متعين جديد، يا ترى نقول له ايه من خلال خبرة حضرتك؟ فعلا اول فترة الاخيرة احنا شفنا اطباء بيرفضوا الجامعة، كمان يرفضوا ان هو يبقى نايب جامعة مش عايز. شفنا اطباء كله عايز ياخد شهادات علمية اجنبية ويسافر برا ويسيب البلد. كل دي مشكلات للطبيب، المفروض الدولة أنا عارف ومتأكد أنها بتعمل لحلها، وهنا في ظل القيادة الجديدة دي أنا يعني منتهى السعادة أن فعلا البلد ماشية لقدام بشكل جميل بشكل قوي. ولو أنا عايز أقول كلمة كده، لو كانت العقول اللي حكمتنا من بعد ثورة 23 يوليو بهذا المفهوم العقلي اللي بتدار به البلد دلوقتي مع القيادة الجديدة، كان زماننا في حتة تانية خالص، وكان مصر كده في 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 وضع زي أوروبا وزي أي دول متقدمة يعني بجد. يعني لأن احنا تأخرنا كتير، احنا كل ما بنبص على حاجة بنلاقي ان احنا بنتأخر، وما كانش الطبيب يسيب البلد ويمشي ويهاجر. فبقول للطباب للأطباء الشباب يعني التعليم ثم التعليم ثم التعليم الجيد، القراءة ثم القراءة ثم القراءة، انه يقرأ جيدا، وما يبقاش التعليم سمعي او يعني سماعي زي ما بيقولوا بالمزيكا كده، هو بيسمع من اللي اكبر منه وبيشتغل، لا، ابحث انت وشوف انت واعمل. زي ما بقول لهم دايما جملتي المشهوره، انت كالنحله سافر في كل الدنيا وشم كل الزهور واصنع عسلك انت. اتعامل اشتغل مع الدكتور رجب، مع الدكتوره مروه، مع الدكتور احمد، مع الدكتور حسين، مع مش عارف مين، وروح للمدرسة البريطانية، وروح للمدرسة الأمريكية، وروح للمدرسة اليابانية والمدرسة الصينية، ولم كل ده على بعضه واصنع عسلك انت، اعمل انت مدرستك، وبالتالي يبقى ليك شخصية مميزة ويبقى طبيب مميز فعلا يقدر يؤدي دوره في المجتمع بسهولة وبنجاح كبير جدا. ومناسبة بدء العام الدراسي الجديد، لو حبينا نوجه نصيحة لأولياء الأمور والطلبة في نفس الوقت، هنقول لهم يا فندم. أنا عندي الحمد لله بناتي فريدة وفيروز year one year two وف وبتاع ده والتانية اسمها ايه وف اس 2 وير 2، الله يخليكم. طبعا اعتقد ان هم ليهم برضو في المدرسة برامج صحية والناس بتاخد بالهم منهم يعني، واقول للاباء بقى اللي هم بيبقوا واخدين ياخدوا بالهم من عيالهم ويشوفوا لما يرجعوا من المدارس يبصوا عليهم كويس ويفحصوهم كويس ويشوفوهم يتسألوا عنهم، عشان لو في اي طفل عنده اي مشكله ان شاء الله يبقى ليها حل يعني. لو هنوجه رساله للساده المشاهدين، حابب حضرتك نقول لهم بالنسبه للكورونا، ارجو ان يعني احنا بنحمد ربنا ان الدنيا هدت شويه والفيروس بدا يضعف شويه، ويمكن احنا عندنا في مصر هنا الدنيا غير بره غير اوروبا،
علشان مصر بتحظى بجو طبيعي ربنا خلقه فعلا جميل، بيخلي حتى الأمراض في ظهورها أنها تكون مستوطنة عندنا لا بشكل مش كبير يعني. فنحمد الله على ده، الناس تلتزم بالإجراءات الاحترازية اللي الدولة حطاها. الحاجة الثانية أن أي واحد يشعر بأي مشاكل في سواء في التنفسية أو في درجة حرارة جسمه أو أي عرض يلاقيه غريب كده عليه ما بيشمش مش عارف إيه بتاع، يتوجه لأقرب مستشفى، وإحنا ما زالت عندنا مستشفيات في موضوع كورونا إن هم يقدروا يكتشفوا المرض بدري ويتعالج يعني. ده بالنسبة للمشاهد من ناحية كورونا، لكن بالنسبة للعموم للمشاهد بقول كلمة إن لازم توصل للناس. وإنت عندك مشكلة مرضية وبتسأل نفسك أروح فين عشان أعالجها، فأنت أول حاجة بتعملها بتبص في الميديا أو تبص في الجورنان أو تسأل جارك أو تسأل واحد صاحبك أنا عندي مشكلة أروح فين. من فضلك ما تسألش على السعر في الأول، ما تقولش ده بكام عشان أروح، لا لازم تعرف الدكتور اللي أنت رايح له ده بيشتغل إزاي وإيه اللي هو هيعمله لك، وسيب الفلوس دي في الآخر. طبعا هتقولي لا أصل ظروفي وأنا بتاع الطبيب الصح اللي بيأدوا دوره صح في المجتمع لما هيقدر يعالجك وانت مش قادر تدفع فلوس هيعالجك في مكان تاني خالص، في حكومة، في مستشفيات جامعة، في مستشفيات اللي بنقول عليها تعليمية زي مستشفى التعليمية الموجودة في البلد. كل المستشفيات دي طالما انت مش قادر تدفع فيزيتو هو هيشعر ده وهيقدر يعالجك في الاماكن دي برضه هو عن طريق. وفي نفس الوقت في اماكن تانية خيرية بس برضه عن طريق ناس فاهمة بتعمل ايه. لكن ما تقولش ده بقرش ساغ فانا اروح له لانه ارخص وبعدين تحصل لك مشاكل، المشاكل تكتر وتزيد فتضطر انك تروح لواحد مميز يعني برضه هياخد منك فلوس، هتلاقي نفسك بتدفع 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 وما بتحلش مشكلتك. فنصيحتي للناس من فضلك وانت بتدور على اي مشكلة طبية عايز تحلها لازم تعرف انت رايح فين وده بيعمل ايه، ايه اللي هيعود عليا لما اروح للراجل ده، مش ان انا هدفع كام. هدفع كام دي انا هي دي المشكلة اللي بتقابل الناس كلها، اروح ادفع كام؟ لا حضرتك ما تعملش كده، انت لازم تروح لناس عارفة بتعمل ايه، حتى لو دفعت لهم كويس بس مشكلتك اتحلت وجبت حليت المشكلة من اقرب الطرق. زي ما دكتور رجل عبد السلام، شكرا جدا لحضرتك لتواجدك معانا في برنامج هو المجتمع. ربنا يخليك يا ده انا اللي شرفت بيكم، وبرنامج هو المجتمع واضح ان هو بدا ياخد مكانه في الاعلام وبدا ياخد مكانه في مع البرامج، واظن ان هو ان شاء الله هيبقى برنامج ناجح وجاي وبيكبر كل يوم بيكم طبعا. وأنا بشكركم كلكم يعني كل الناس اللي عاملين في البرنامج اللي وراء الكاميرا واللي قدام الكاميرا واللي بيسجل وكل الناس يعني أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هو المجتمع. معنا ومعاكم من ضمن فقرات برنامج هو المجتمع الفقرة الطبية اللي هيكون معنا فيها إن شاء الله دكتورة مروة عبد المولى الجندي. أهلا بكم، أنا دكتورة مروة عبد المولى الجندي، معاكم من ابن رشد مركز دكتور رجب عبد السلام للنساء والتوليد. ابن رشد موجود في المرج الجديدة، بيخدم أهالي المرج والمرج الجديدة والمناطق المحيطة. بنتشرف أنه على مدار 8 سنوات هي عمر ابن رشد بشهادة جميع المرضى المتعاملين معنا أن يعني ابن رشد من أفضل المراكز الطبية في المنطقة إن لم يكن أفضلها على الإطلاق في التعامل مع حالات النساء والتوليد. دكتورة مروة، يا ترى إيه أهم المميزات اللي بيقدمها مركز ابن رشد للنساء والتوليد؟ بنتميز بوجود طبيب مقيم لخدمة واستقبال حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة. كان لينا في ابن رشد الريادة لإدخال أجهزة تسميع نبض الجنين للمنطقة وأجهزة السونار رباعي الأبعاد لمتابعة الحمل وتشوهات الأجنة. بنقدم لكم في ابن رشد معمل كامل مجهز بأحدث الأجهزة لجميع التحاليل وتحاليل الأنسجة. عندنا فريق طبي من أخصائيين واستشاريين النساء والولادة في خدمتكم طول الوقت، هيئة تمريض على أعلى مستوى من ممرضات خبرة ومهارة ليست لها مثيل في أي مكان في المنطقة.
بنوفر لكم غرفة عمليات، أكتر من غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، يعمل بها فريق كامل من أطباء التخدير ذوي الكفاءة العالية. في الإقامة بنوفر لكم غرف متعددة المستويات بتخدم جميع الإمكانيات وتناسب جميع الأذواق. يا ترى إيه الأهداف اللي بيسعى ليها المركز في الفترة المقبلة إن شاء الله؟ وإحنا في ابن رشد بنسعى دايماً للتطوير، فإحنا بنرحب دايماً بآرائكم ومقترحاتكم حتى نكون على مستوى ثقتكم كما عهدتمونا طول الوقت. في ابن رشد خدماتنا لن ترضى عنها بديل. ولو هنتكلم عن الخدمات اللي بيقدمها مركز ابن رشد نقدر نلخصها في إيه؟ الخدمات اللي بيقدمها مركز ابن رشد هي طبعا فحوصات ما قبل الزواج، متابعه حالات الحمل، حالات الحمل الخطر، علاج حالات الاجهاض المتكرر، حالات العقم الاولي والثانوي، جميع انواع الولاده، الولاده الطبيعيه، الولاده بدون الم، الولاده القيصريه والقيصريه بدون الم، حالات عمليات المناظير النسائيه التشخيصيه والعلاجيه. من اكثر ما يميز مركز ابن رشد ان كل هذه الخدمات والامكانيات وكل هذا الفريق العمل المتكامل تحت خدمتكم وباسعار في متناول الجميع، وليس لها منافس في مقابل الخدمه المقدمه. ازاي العملاء يقدروا يتواصلوا مع حضراتكم هنا في المركز؟ الوصول للمركز سهل جدا، وفي اكثر من طريقه، اكثر من رقم تليفون للتواصل ومنهم رقم ارضي. مركز ابن رشد عنوانه سهل جدا، احنا بالقرب من محطة مترو المرج الجديدة وعلى الشارع الرئيسي، ما فيش اي مجال خالص للاختلاف. دكتورة مروة الجندي، طبعا سعدت بلقاء حضرتك النهاردة، شكرا. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لك يا استاذ عمر، وشكرا للبرنامج هو المجتمع. وطبعا ده زي ما احنا دايما بنشوف عندكم دوركم في اظهار وابراز كل حاجة بتخدم المجتمع، يعني سعداء جدا بتشريفكم لنا النهاردة. السلام عليكم. السلام. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك. منورانا هنا في مصر. الله يخليك. سميتي ايه؟ امنيه. امنيه. يا اهلا وسهلا بامنيه. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك. وايه الاخبار هنا في المستشفى؟ كويس الحمد لله. في اي مشاكل؟ في حاجه؟ لا والله العظيم انا مرتاحه نفسيا معاها. حضرتك من السودان؟ ايوه من السودان. ايه اللي خلاكي هنا، جيتي هنا عشان تولدي هنا في المركز ابن رشد؟ عشان في اهتمام، بيهتموا بيا، ويعني كده انا مرتاحه. اول مره لحضرتك ولا جيتي قبل كده؟ جيت مره ثانيه، كنت والده توام حسيتي. تمام، الحمد لله على سلامه حضرتك ومبروك عليكي امنيه. الله يخليك. شكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا محبوب عبد السلام، المدير المالي والاداري لمركز ابن رشد للنساء والتوليد. طبعا احنا هنا بنقدم كل الخدمات اللي المفروض بتسهل التعامل مع المرضى، سواء كان تعامل اداري او تعامل فني. طبعا احنا كل الشغل اللي احنا بنقوم بيه داخل المركز من المفترض ان هو بيخدم قطاع كبير جدا من المرضى اللي هم بيترددوا على المركز، زي مثلا مثال بسيط، الناس دايما بتبقى عندها مشاكل في التعامل في حالات الطوارئ، بالذات لما بتجي لك حاله بتبقى داخله المركز ما بتبقاش عارفه طبعا المشكله اللي هي درجه دلوقتي في بلدنا اللي هي ارتفاع الاسعار. سميته ايه؟ سليم. ربنا يبارك فيه ان شاء الله ويجعل من الذريه الصالحه. الف الحمد لله على سلامتك. الله يسهل حالك. شكرا. كنا معكم من داخل ابن رشد مركز دكتور رجب عبد السلام بحي المرج الجديده بالقاهره. كنتم مع برنامج هو والمجتمع مع عمر